لكم تقولي هالحديث صحيح سطر، معلش تحملوني شوية. يقول الله تعالى: ابن آدم، الله مناديكم، اطلبني تجدني. ابن آدم اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء. وأنا أحب إليك من كل شيء. حتى يا أخواني بطلب منكم تنتين: أولا لا تفتخر بعمل، لا تشوف حالك بطاعة، لا تشوف حالك بعمل، سلوا الله الستر. ثاني وحدة: تواضعوا إلى الله، تواضعوا إلى الله، اللهم لولا أنت ما اهتدينا، دائما اللهم أنت الهادي وأنت الموفق. وكان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت. هذا الدعاء: فإنك تقضي ولا يقضى عليك. شو منه؟ أشهد. وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. أشهد. تباركت ربنا وتعالي، منقولها معه مع الإمام: تباركت ربنا وتعالي، فلك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. إذن هاي كل يوم صباحا عم تمر على بالنا: وإنه لا يذل من واليت، يلي الله عز وجل بيجعله من أحبابه ما حدا بيذله، ولا يعز. إذا الله عز وجل أبغض إنسانا ما في حدا بيحبه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.